ومن خلالك انت نحب نوجه رساله للخويا العزيز الغالي علي الشابي اللي على ذكر تدفينة اللي هبط على الفيسبوك. نحب نقول لك يا علي ان شاء الله لاباس واللطف عليك وانت قوي وتعودنا عليك في الازمات كلها، انت صنديد وتغلب كل شيء. ان شاء الله ربي يوفقك، ربي يشفيك وربي يخليك لينا، ونحبك برشا يا علي. ان شاء الله يا ربي احنا زاد نتمنوا له الشفاء على الشبي زميلنا، ربي يشفيه، وان شاء الله كما قلت انت قوي وقدره ربي يغلب المرض. نحكيوا على مازلت باش نحكي جوست سؤال اخير على عبد الرزاق ونسكروه الدوسي هذا. في ديمانش حنا بعد ما وجهلكش دعوه ما قالكش، خاطر انت تقريبا تحضر مع عبد الرزاق ديما في ديمانش. شو راهو العباد مشي في مخهم؟ انا نحضر، انا اكثر قناه نحضر فيها هي قناه الحوار التونسي، وقال عبد الرزاق مرتين نجله حضر، وانا حضرت معاه مرتين. مي علاقتي بيه خاطر صارت كتيحه في باله ما نحضرش معاه ديما. بول مومون ما قاليش، اما كيقول لي انا عبد الرزاق يبدا في اي قناه انا نمشي نمشي البرنامج نتاعو. اي نمشي البرنامج في اي قناه، ديما نقولوا انا في اي قناه تمشي انا كي تكلمني انا نمشي البرنامج نتاعو.